نجوى، ضيوفنا كمان بيشاركونا بسهرة الليلة، قدموا لك أغاني ناجحة وسمعت عند الناس، ويمكن لأول مرة بتتعاوني معهم، بس هن عندهم اسم حلو وأعمال ناجحة مع أصوات كتير على الساحة. بيساعدنا أنه يكونوا معنا، بيكتبوا وبيلحنوا وبيحسوا وبيوزعوا موسيقى وبيغنوا كمان. أهلا وسهلا بالأساتذة، زي الأستاذ رواد رعد، الأستاذ سليم عساف، والأستاذ داني حلو. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك، تفضلوا. ما بعرف اذا هالجمعه بتذكرك بوقت لما كنتوا عم بتنفذوا الاغاني بالالبوم، كنتوا هيك يعني نفس القعده ولا كان في شيء مميز؟ كنا مبسوطين وفرحانين، وشايف الشباب جايين مثل النموره، كل واحد عنده عمل، شايف حاله انه على سقه انه لازم يقدمه للناس. وانا لما سمعت من اول مره هزتني الاشياء، ان كان اول شيء مش اول تعامل مع استاذ سليم، صحيح، ولا اول تعامل مع استاذ داني، بس كانت اول مره بنتعاون سوا انا واستاذ رواد باغنيه طمعتك. كتب استاذ نزار فرانسيس والتوزيع لاستاذ داني حلو. بس تلحن كلام استاذ نزار وبس تلحن لصوت نجوى وتوزيع داني حلو، في شيء اعتبارات بتعملهم هيك بينك وبين حالك رواد؟ بس لحن لست نجوى اكيد بكون حاططها قدامي، لانه يعني انت عم تحكي عن ارزق اول شيء من لبنان، عم تحكي عن صوت لبناني بيور. وبنفس الوقت بدي يكون عندك دائما المسؤولية الكبيرة تحت والتجدد بالموسيقى تحت نقدر نوصل يعني نسمع الغنية أول شيء أو نعطيها شيء جديد، بس بإطار هالهيل الكبير الموجودة عندها. كنت فيت لعند نجوى وواثق إنه خلص الغنية أخذتها ما في مجال ولا لا؟ بصراحة إحساسك بوقتها؟ أنا بعرف شخصيتها شوي. شو يعني؟ خبرني عنها. أنا شوي صعبة. أنا بدي أخبرك عن شغل. أنا بعرف شخصيتها شوي، إنه وبحبها بنفس الوقت، كيف إنه صادقة بشغلها مثل ما أنا صادق بشغلي، يعني كيف يعني بتقول لا ما بتجامل. أيوه، وأنا من الأشخاص، في ناس بتخاف أو بتستحي تقول للشخص الثاني انه ما عجبني اللحن او ما عجبني الكلام، بس انا بتقبل الموضوع يعني. بس بنفس الوقت كنت كثير مبسوط انه صار في هاللقاء اللي جمعنا سوا وعملنا هذا العمل غنية طمعتك. يعني انا بس بدي اقطع بشغله، انا بعتذر، انا ما بقول ما عجبني، بالعكس انا بقول مش لإلي، بكون لغيري، بكون كثير حلو اللحن وبكون كثير حلو الكلام، ولا يمكن حدا بيبقى عنده مسؤوليه وله اسمه بالسوق، هو قبل ما اتعامل معه له اغاني كثير ناجحه بالسوق، فهو بيعرف حاله شو عم يعمل. بس لما انا بسمع بعض الاغاني في اشياء بحسها مش لإلي، مع وبنفس الوقت اوقات بقول له للملحن عمول معروف، لما بتقلي بكون عم يسمعني شيء بيقول لي في شيء مش لقلك مش رح سمعك اياه، بقول له هيدا بدك تسمعني اياه. هيدا لقلي، هيدا البديل فعلا. اوقات بلاقي مثلا اغنيه بنوب بنوب اجا استاذ مروان خوري عم يسمعني اياها، عم يسمعني غير غنيه، قال لي بدي سمعك اغاني، سمعتهم حلوين بس انا ما لقيت حالي فيهم. قال لي في وحدة مش رح سمعك اياها، خلص بركي مرت الجين. قلت له بليز مروان سمعني اللي قلت لي ما بدك تسمعني اياها. قال لي لا مش لونك. قلت له انت جاي لعندي خليني جدد، بركي انت بتنقلني على مطرح جديد، وهيدا اللي بتوقعه من الشباب، انه لما بتقولي ليش تعملتي مع حدا جديد بالنسبه لإلي، اني عندهم اعمالهم بالسوق، لكن اول مره بتعامل معهم انا بحب ياخذوني على الجديد. سليم عساف اخذك على الجديد. سليم مش اول تعامل، لا هيدا مش اول تعامل، هيدا رابع تعامل في نور ايامي، بلشنا من فتره وتحكلي شوي. بروح بالدم ويا بي بهذا الالبوم لو بس تعرف اللي هي فعلا بعتبرها يعني غنت بهالصوت اللي في جوهره، يعني عم ترافقه دائما، وفي احساس عالي جدا بهالاغنيه. كان انا كثير استغربته، وكثير مش استغربته لانه صوت قادر يأدي، بس في إحساس عميق جدا، واللي سامع الغنية بيعرفك. إيه طبيعي. سليم، يعني بتعاونك مع صوت نجوى كرم، وأنت بتكتب وبتلحن، الشاعر بيسبق ولا الملحن معه؟ من فترة هي في شغلة أنا ناطر هيك مناسبة لأولى صراحة بالشاعر والملحن. من أول الناس اللي قالوا لي
انت لازم تدخل على الغنية اللبنانية الشعبية. وآمنوا فيي كانت هالإنسانة، وبنفس الوقت أنا كنت بغير محل شوي. يعني صدقت حالي أكتر وثقت بحالي أكتر لما نحكى بهذا الموضوع بيني وبينك وقتها. فبنبسط أني تعلمت شغلة من تعاملي مع نجوى أكيد اللي بحبها كتير. خطفتي على الغنية الشعبية لأنه هو كتير حساس وبغني حلو، بتقدر تقولي له آه بكل سهولة هو عم بغني محتال، بخليك تنغرمي بالغنية حتى لو مش لقلك يعني. وهيدي شيء من مواصفات الملحن الشاطر يلي بيعرف يسمع الأغنية لأنه بغنيها بإحساسه. فقد ما أخذني على الكلاسيك، هو شوي عنده نوع من الحزن بصوته وبألحانه. بحب الكورد كتير، نغمة الكورد، ودائما نغمة الكورد بتاخدك على الحزن أو النهواند، هول الاثنين بحبهم كتير. فدائما مرة قلت له سليم ليش ما بتعمل بتزوج الإحساس مع الشعبية اللي بتعطي فرح. أنا ما ردت أنه بعمره لأنه صغير يكون عم ياخد الغنية على مطرح حزين لأنه بدي يفرح، وهذا مش من زمان العريس زوجناه يعني. مبروك على فكرة. داني حلو، مش بس عنده الإحساس بالتوزيع الموسيقي، كمان يعني مثقف موسيقيا، وإحنا بنعرف مثقف موسيقيا وأخلاقيا. وبالقلب بالقلب بفوت داني من محبته من أخلاقياته من حرفنته. داني طمعتك وزعلك بالألبوم صحيح؟ نعم هلا الألبوم مزبوط. أغنية رواد قبل تبع كمان مع سليم بالروح بالدم. بالروح بالدم، وفي كمان الحلم الأبيض من قبل. الحلم الأبيض أغنية العرس. داني بالتوزيع الموسيقي بألبوم نجوى يعني بتحب أنك تكون عم بتنافس اللي موجودين، ولو في فرق بالخبرة يمكن يعني في أستاذ روجي خوري تاريخ كبير كمان الشاطب كان وزع لي شو هالليلة بهيدا الألبوم. صحيح أغنية يا نصيب ودلل. صحيح خليني أشوفك قبل. مزبوط في منافسة بينك وبين هالأسماء حتى لو كانت مثلا عندها تاريخ وأرشيف، بتب يعني بتبحث عن هيدا الشيء بألبوم نجوى؟ ليك إجمالا حيالله شخص بده يشتغل حيالله عمل مفروض يشتغله للآخر، يعني أفضل شيء بده يعطيه. يعني ما بدي أكيد ما فيك تشوفي، بدك دائما تتابع أنت شو عم يصير برا، هيدا الشخص موزع بهالطريقة وهيدا الشخص موزع بهالطريقة. بس بالإجمال مفروض حيالله شخص بس بده يعطي شغل يعطيه من كل قلبه قد ما بيقدر يعطيه، وساعتها المقارنة مش هو بقارنها يعني، ولا مش مفروض هو يقعد يقارن أنا إذا بعمل أحلى ولا أحلى. صون في شغلي كمان إنه عم تقول نجوى، يعني أنا بفضل دايما أقول بالأسامي لأنه اسمك هو لقب هو الاسم. إيه أسامي هني الآب يعني بس يصيروا بقى. عم تقول إنه بتعامل مع عالم جديد، يعني أنت تطلعي فيها جديدة متواصل بتضل جديدة يعني حتى بتفكيرها بطريقة جديدة. يعني أوقات يعني إذا أنت بدك تعمل شيء قديم بتدفشكي على جديد كمان. صح هيدي شغلة كتير مهمة بالفنان، بيساعدك بغض النظر إنه بتسمع أشياء بالغنية يكون أنا عاملها بس أنا مش سامعها. أنا مبسوطة بجمعة الشباب. رواد بيحمل الغنية وكله تفاؤل، بيجي بسمعك مش غنية خمسة، بتطلع بتلاقي الخمسة حلوين بحيرك. وكيف كيف لحن لي طمعتك يلي فيك تمحي الشمس قبالك، يا الله فيك تغير لون خيالك، فيك تحاول تنسى حالك لكن تنساني ما فيك. بحبها وبحب صوري سليم محبته انه بلو بس تعرف كانت من كلماته مش من ألحانه، يا بي من كلماته ألحانه. وكان اللحن لو بس تعرف لطوني عنقه. شكرا لحضوركم، شكرا لنجاحاتكم، وان شاء الله بطموحاتكم وبمواهبكم الحلوه ترسموا كمان للغنيه اللبنانيه والعربيه كمان خط ماشي ان شاء الله للمستقبل مثل ما عملوا الكبار وبعدهم موجودين بيناتنا راجعين بالجزء الاخير ان شاء الله.